أجرت موفدة التلفزيون المصري إلهام نمر لقاء مع رئيس شبكة روزفاك في إفريقيا الوسطى وعلى هامش فعاليات المؤتمر. كوب 27 التي تقام في مدينة شرم الشيخ يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا للقارة الأفريقية، تلك القارة التي تعاني الأكثر من تداعيات التغير المناخ رغم أنها الأقل تلوثا وتلويثا للبيئة في العالم كله، لكنها هي التي تعاني بشكل كبير. لذلك هناك جهود كبيرة من داخل القارة الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، هناك جهود حكومية وجهود غير حكومية، هناك جهود إقليمية، هناك جهود دولية لمساعدة القارة الأفريقية، وهناك أيضا جهود تنبع من داخل القارة الأفريقية نفسها لتساعد نفسها بنفسها لمواجهة تداعيات التغير المناخي. ومن أهم المجالات التي يتم فيها أو يبذل فيها جهود هو مجال الاقتصاد الأخضر. نتحدث الآن عن الاقتصاد الأخضر في القارة الأفريقية، ويشرفنا أن يكون معنا مسيو مولومبي نيتاز بريزيدون دو. السيد مولومبي بيكاز، مرحبا بكم في شرم الشيخ وفي مؤتمر المناخ. شكرا، أود أن أهنئ السلطات المصرية على هذا التنظيم الرائع وعلى جهود إنجاح تلك القمة، فهي قمة الشعوب الأفريقية، ونحن سعداء بتواجدنا هنا لأننا واثقون أننا سنجعل شرم الشيخ مكانا للتحول من الظلم إلى العدالة المناخية، وفيما يتعلق أيضا بتنفيذ التعهدات المالية. فكما تعلمون الدول الأفريقية الأكثر تضررا فيما يتعلق بالقضايا التكيف والمشاكل المتعلقة بالمناطق الساحلية والفرضانات، فالدول الشمال قطعت التعهدات ولم تفي بها، ولكنها حشدت أموالا طائلة على جائحة كوفيد لأنه كانت هناك مصلحة، كما أنفقت الكثير على الحرب في أوكرانيا. فلا يمكننا أن نترك الدول التي تطرح الحلول لكننا نتركها بدون مساعدة، فحان الوقت أن تقوم الدول الأفريقية تتحدث بصوت واحد حتى يتم حل مسألة التمويل وتحديد سعر الكربون أيضا. فنريد أن نتحدث عن كل مسألة على حدة، فأنتم تقولون أن قادة الدول الأفريقية عليها التحدث بصوت واحد، فهذا المؤتمر هو مؤتمر أفريقيا لأن مصر تمثل أفريقيا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فماذا تنتظرون من هذا المؤتمر فيما يتعلق بالدول الأفريقية؟ نحن ننتظر أن يتم تنفيذ التعهدات، فالدول الغربية منذ مؤتمر كوبنهاج لا تفي بتعهداتها، فنحن نواصل قطع العهود ولكن على مسائل التي تهمهم. فالوعود المناخية لابد أن تخضع للتقييم. المسألة الثانية، لابد أن نعي أن الكربون هو البترول الغد، فلابد أن تستعيد البشرية توازنها، فلا يمكن شراء الكربون بخمسة أو 10 دولارات، ونرى ضرورة وضع سعر مقبول، ونرى أن مسألة التكيف يجب أن يتم التركيز عليها. وأحيي السلطات المصرية التي قررت وضع مبادرة الرئيس بونغو حيز النفاذ من هنا، ونحن نريد أن نرى أفعالا ملموسة. وهناك أيضا مسألة التخفيف لابد من مراعاتها، وكذلك هناك أيضا مسألة التكنولوجيا، الحصول على التكنولوجيا، ومسألة الأضرار والخسائر. فنحن بحاجة إلى حسم هذه المسألة وأن يتم التركيز عليها. أنتم تدافعون عن مفهوم العدالة المناخية، فهل تعتقدون أن هذا المفهوم له وجود في هذا العالم؟ أشيد بعمل من قاموا بوضع الدكتور وضع التحالف الأفريقي من أجل مواجهة التغيرات المناخية، فحين قاموا بوضع مفهوم
العدالة المناخية فالدول الشمال لم تكن ترى أن هذا طبيعي، فالجميع اليوم يتحدث عن تلك المسألة، فنحن اليوم في بلدان صحراوية نتحدث. فمنذ أشهر السنغال شهدت ارتفاع في مستوى سطح البحر، فالمسألة المناخية لابد أن تؤخذ في الاعتبار، ولابد أن نتجاوز هذا الضغط المناخي الذي نتعرض له، ويتعين أن تقوم الدول الكبرى بالوفاء بتعهداتها حتى تتمكن الشعوب من التكيف مع الجميع، تتكيف مع الوضع. الجميع يتحدث، هل أفريقيا مستعدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؟ الاقتصاد الأخضر، نعم أفريقيا مستعدة نظرا للمساحات الشاسعة من الغابات التي تمتلكها. فحوض الكونغو كما تعلمون هو يمثل الرئة الأولى في المجتمع، وبما أن العلم يدير كل شيء فالغربيون لديهم إمكانية تعديل البيانات. فحوض الكونغو مرة أخرى أقول أنه رئة الإنسانية، فنحن لدينا الشباب ولدينا إمكانات طبيعية نحتاج إلى تحويلها داخل بلادنا، ولابد أن نعزز التعاون الجنوبي الجنوبي. وهناك أيضا رهان آخر، فهناك حروب تندلع في مناطق بها موارد طبيعية، فهناك حروب دائرة منذ 20. فللأسف بعض الدول الأفريقية تمتثل للسياسات الغربية، وأفريقيا الوسطى تستطيع أن تساند الإنسانية في هذه المسألة لمكافحة الاختلال المناخي. فهناك أيضا مسألة سلاسل القيمة، فالأخشاب التي تنتقل من أفريقيا إلى أوروبا، فلابد أن نتجاوز المراحل المطلوبة حتى نمتلك القوة. ونحن اليوم في مصر نرى ما تقوم به مصر، ونرى المباني والأعمار، فالمصريون هم الذين يتحكمون في الاقتصاد. لابد أن ندير بأنفسنا اقتصاداتنا، لأن المناخ هو اقتصاد الغد، في ظل أن الدول المتقدمة لم تفي بتعهداتها فيما يتعلق باتفاقية باريس. فهناك مسألة 100 مليار دولار التي لم يتم جمعها من الدول الكبرى، فهل هناك وسائل أخرى لتمويل المشروعات في أفريقيا؟ علينا أن نرى كيف جعل اتفاقية باريس ملزمة. المسألة الثانية هي أن نطبق مبادئ الشفافية والحوكمة والتشاركية، وأن نشرك المجتمع المدني في قلب التنمية. وإذا لم يتم الوفاء بالتعهدات، أرى أن نضع خططا للتنمية وأن نقوم بتطبيقها بشكل دوري. فبعض الدول، نرى أن بعض الدول الغربية عادت استخدام الفحم، فإذا كانت دولة مثل مصر قد عادت لهذا النهج لكانت هناك جدل كبير. فنرى أن في الولايات المتحدة فتحت أبار البترول، ولكنها تحظر على بعض الدول الأخرى القيام بذلك. فكل ذلك لابد أن يخضع للاستدامة والإدارة تراعي احترام حقوق الشعوب الأصلية، وتلك مسألة في غاية الأهمية سأتعرض لها غدا في جناح أفريقيا، وحول استغلال المناجم في أفريقيا التي تتسبب في أضرار بالغة. فالنظم البيئية تعاني، وكذلك التنوع البيولوجي، فنحن بحاجة إلى إصلاح كل ذلك وإلى دعم التنوع البيولوجي حتى تتمكن الشعوب الأصلية أن تستفيد من مواردها. وبفضل البنك الأفريقي للتنمية نحن سنقدم النتائج لإبراز الأضرار التي تسببت فيها الشركات الشمالية. مؤتمر في مصر، نحن نطالب من الشركاء الغربيين ودول مثل روسيا أن تعمل من أجل أن يتمكن أو يستفيد الأفارقة من العدالة المناخية. شكرا لك إلهام على هذا اللقاء ولضيفك الكريم.